يقال ان جبريل نزل عليه قال يا يوسف من الذي نجاك من اخوتك حتى لا يقتلك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من البئر؟ قال الله. قال من الذي حماك من امرأة العزيز؟ قال الله. قال لماذا تلجأ الى غير الله؟ الجأ الى الله في كل احوالك، تمسك بحبل الله واعتصم بالله مهما كان ظرفك، وثق تمام الثقة ان الله ناصرك.